السلام عليكم، أنا زنوبيا من بغداد، أرحب بكم قناتي زنوبيا جنال، وحبيت اليوم أعرفكم شنو هو دعاء السوق اللي أقرأه عند الدخول إلى الأسواق، وشنو هي الطرق أو الحيل اللي أستخدمها إذا حبيت أشتري منتجات من الأسواق. فتابعوا ويا الفيديو أكيد راح يعجبكم. إذا كنت تشوفين قناتي لأول مرة، فقناتي تهتم بالمكياج والعناية بالبشرة، بس أنا حبيت أسوي تنويع خلال شهر رمضان المبارك، واليوم راح أعرفكم على دعاء السوق اللي أقرأ دائما إذا حبيت أشتري من أي محل أو أي أسواق أو أي مول، بس مجرد أنه أنا أقرأ الدعاء عند الدخول إلى الأسواق، وهذا الدعاء جدا نافع بإذن الله تعالى، ولا مرة خيب عندي. الدعاء هذا ميزته شنو؟ أنه أنت ما توقعين بسرعة مخشوشة، أو أنه أنت مثلا تحصلين في السلعة ممكن تكون غالية تشتريها غالية بينما هي موجودة بمحل آخر تكون أرخص. الدعاء هذا جدا نافع، أنصحكم جدا أنه يعني تقرونه. أنا الدعاء راح أكتبه على الشاشة، مجرد أنه تسوي له كابتشر بالصورة أو تحفظونه أو تكتبونه وتقرونه، وبإذن الله تعالى ما راح توقعون بأي سلعة مزينة أو مخشوشة. وهسه راح أعرفكم على طرق أو حيل أنا أسويها إذا حبيت أشتري من الأسواق منتجات ممكن المنتجات هذه تكون جديدة علي أو ما شايفتها، أو أنه أنا أريد أعرف أجهزة كهربائية مثلا جهاز للجسم للبشرة للشعر ولا آخره. اللي أسويه شنو؟ أنه أنا أدخل للمحل، شفت يعني فرضا أنه أنا دخلت للمحل وشفت قدامي في الجهاز معين وحبيت أنه أني أشتري، طيب أنا ما أعرف أي شيء عنه، فاللي أسويه شنو؟ أحكي أبو المحل، أخذ يعني من أبو المحل معلومات عن الجهاز بحيث أنه هو يطلع لي مزايا وعيوبه والمنشأ وإلى آخره. أخذ المعلومات هذه وما أشتري الجهاز. كيف ستستغربون؟ ما أشتري الجهاز، أطلع من المحل أروح لمحل آخر وممكن يكون عنده نفس المنتجات أو ممكن يكون يعرض نفس الجهاز. اللي أسويه شنو؟ أني أفوت للمحل الثاني وأقول له لأبو المحل عن الجهاز، وأقول له أني سمعت أنه كذا كذا، بس ما أقول اسم المحل الأولاني أبدا، لا تقولون اسم المحل الأولاني، احكوا بصورة عامة، وأنه أني سمعت كذا كذا عن هذا الجهاز، هل هذا الكلام صحيح؟ هو طبعا الكلام إذا كان صحيح أبو المحل الثاني راح يقول هذا الكلام صحيح، وإذا كان الكلام غلط أو خطأ يعني، وأنه أبو المحل الأولاني حاول أنه يرغبك بالسلعة حتى تشتريها، فأبو المحل الثاني راح يبين صدق أو كذب الحكي، يعني يطلع منه الصدق أو الكذب، وبهالحالة راح أنه أنت تعرفين أنه هذه الحاجة زينة أو مو زينة تشتريها أو ما تشتريها. وأني هذه الطريقة دائما أجربها وبكل شيء تفيد، يعني مو بس بالأجهزة، بكل شيء تفيدني هذه الطريقة، أنه أنا أعرف السعر الحقيقي، أعرف الحاجة زينة أو مو زينة. وطريقة ثانية اللي إحنا راح أعلمكم إياها هسه، أنه مثلا أنت من تفوتين للمحل، حاولي دائما من تفوتين للمحل حتى لو كنتي زبونة بالمحل، أنه أنت تحكين أبو المحل عن المنتجات أو البضاعة الموجودة عنده، بحيث أنه أنت تحصلين معلومات، يعني مو أنه أنت تدخلين من المحل تشترين الحاجة وتطلعين، لا، لازم أبو المحل يحفظ شكلك، يعرف أنه أنت زبونة، وهو تجيه واي زبائن باليوم، فحاولي أنه أنت متحكينه باستمرار عن المنتجات، همين يعني أنت تحصلين معلومات، وهميا يعني انت يعرف شكلك، يعرف انه انت زبونه للمحل. اني هذه الطريقه جربتها واخذت، اذا اني طلعت ريفيو عن فاونديشن استي لودر وحكيت ب، اخذت من ابو المحل، فتت لابو المحل سالته وعرفت منه سر من الاسرار اللي هم الخاصه بالبيع والشراء بالمحلات يعني، وطلعتها بالريفيو مالت استي لودر، رجعوا للريفيو حتى تعرفون شنو هو الموضوع. الطريقة الثانية اللي نسويها شنو؟ انه انت اذا حبيتي تاخذين معلومات عن منتج معين وشفتي ان ابو المحل يتضايق من السؤال، تقولي له انه هذا المنتج هو هدية، وطبعا اذا عرف ابو المحل انه هذا المنتج هدية راح يسامح وياك ويتساهل بالسعر، هاي واحد، واثنين راح يعني هو يحاول انه هو يساعدك انه انت تختارين افضل المنتجات لانه هذه هدية. الشيء الثاني اللي اريد اقوله يا بنات، وهي الشغله جدا مهمه، انه انتم دائما دائما من تفوتون للمحل حاولوا انه انتم تسالون على منتجات تعرفون سعرها الحقيقي، فابو المحل اذا قال لك مثلا حاجه انه السعر هالقد مثلا، هذا السعر هالقد، هو السعر نفسه
نفسه بغير محلات، فمعناته انه هذا ابو المحل امين. اما اذا زيد بالاسعار فمعناته انه هذا يزيد بالاسعار، هذا لا تشترين منه. واذا انطاج سعر اقل فمعناته انه هذا المحل امين وتعاملي وياه ويتعامل بالسعر، وهذا احسن محل ممكن تتعاملين وياه. هذه كل الامور اللي اني يعني اعرفها واسويها، وهي دائما نافعه وياي وتجيب نتيجه. يعني سووها الطرق هاي اللي قلت لكم عليها، سووها واقردوها على السوق، ان شاء الله ما توقعوني باي بضاعه مو زينه او مغشوشه. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا بقناتي وتابعوني على الفيسبوك. واخيرا اقول لكم رمضان كريم وشكرا، تحياتي لكم وشكرا.